بسم الله على بركه الله. دروك غادي ندير لكم بالمقادير اللي غادي ندير. قلت لكم غادي ندير الكراتان ديال لي ليغيم ديال الخضار. الخضار غديروا نابورت زعما اللي عندكم. انا حليت الفريجيدير داكشي اللي لقيت غديروا. غتقدروا ديروا الشيفرو، ديروا خيزو، ديروا بطاطا، ديروا اللي عندكم اللي عندكم اللي عندكم. انا عندي غير بعد زعما بعض الخضار اللي عندي في الثلاجة وبقات وبغيت نستعملها. عندي البطاطا، البطاطا اللي حكيت تقدروا تقطعوها رقاق صغيرة. انا حكيتها في هذا الطحانة، انتم كتشوفوا هي هذه. عندي الفيفلة، تقدروا ديروا الخضراء الصفراء الحمراء. انا عندي غير الخضراء حتى هي هي الخضراء قطعتها رقائق صغيرة صغيرة انتم كتشوفوا. فوالا. عندي الجزر ولا الخيزو حتى هو تقدروا تغطيوه تحكوه. انا قطعته طريفات صغار كما نوري لكم حتى هو. الحاجه اللي عندكم على حساب افراد العائله ديالكم. انا غادي ندير واحد الكميه صغيره حيت غير انا وبنتي ما غاديش نكثر. فوالا. وتوحشتو شحال هذه ما درتو بغيت نديرو. فوالا. البصله، البصله البنات الا كانت الخضار ليها احسن. انا عندي غير هاد ولا الحمراء كتعرفوا المنافع اللي فيها. انا غادي ندير غير هاد البيضة بوغ لانستون لحد الان عندي غير هاد البيضة. فوالا. قزبور غدير قزبور المعدنوس اللي عندكم غديروه. بغيت نوري لكم هادشي اللي غادي ندير. ثومة غديرو درصتين جوج ديال الثومة حتى هي زوينة. معليش نديرها دروكا حتى نطيب هادشي. البيض بيض عفوا غديرو ثلاثة حتى ربعة. انا عندي صغير صغيرين غادي نقدر نزيد وحدة. وهاد سميتو لا كريم ليكيد الا ما عندكمش ديرو الحليب يكفي. انا عندي غير هاد لي باكي صغار فيهم 20 سنتيلتر غادي نقدر ندير وحدة حتى لجوج. صافي البنات. والعطرية العطرية غادي ديرو الملحة البزار زيت العود الخرقوم داكشي اللي عندكم. كل واحد غادي زعما يدير الطريقة اللي غادي تسلكو اللي عندو. والبساطة هي أحسن من كل شيء. وعلى البنات هادشي اللي كاين غادي نبداو إن شاء الله. البنات دروك غادي نبداو إن شاء الله. غادي نبقى نطيب الخضرة. تقدرو طيبوها كاملة ولكن أنا كنفضل نطيبها بوحدة بوحدة. كديرو زيت المائدة ولا زيت العود. زيت العود هي هادي. انا كندير شويه شويه. غادي نبدا بالبصله. لا فكره ماشي ندير ليها القامه حطيت حتى طيب طيب عاد غادي ندوز كلشي. لا انا غادي نقدر نزلو شويه كاع باش يبان. ما طيبوهاش بزاف حيت غادي باقي نطيبوها في الفران البنات. نطيبها في الفران ونخليها تخوكو شويه كما قلت لكم. طيبوا على حساب داكشي اللي عندكم على حساب افراد العائله ديالكم وعلى حساب الطاوله اللي غديرو. الطاوله نديرها صغيره وكل حاجه طيبوها ثلاثه حتى اربعه دقائق حتى الخمسه. ماعرفش نخليها تكون حمراء 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 بزاف.
هذا الفيروس اللي كاين دروكا. بصله زوينه، ثومه حتى هي الثومه راه زوينه والحرور تنقضيو على هذا الفيروس. والماء لي بواسون سخونين، هذا الشرب باش تشربوا ديما الحاجه سخونه. بركة علينا يا البنات، غادي نكتف بهذا القدر، غادي نديرها وغادي نخلط كل شيء هنا غير باش نطيبهم شويه شويه. غنطيب خيزو زازا كما قلت لكم البنات، ديروا داكشي اللي بغيتو. الدجاج حتى هو ولا اللحم هي قطعتها شرائح صغيره، فوالا قطعتها شرائح صغيره. هكا تعرفوا خيزو حتى هو فيه المنافع كثيره، وراه تناكلوه في سلطات كناكلوه كاع ما كيطيبش كنديروه في سلطات كيكون غابي. الخضره الا كانت كروكو تكون زوينه، تكون زعما ما طيباش بين وبين وصافي. بارك عليها لكم غير جوج ميني حتى ثلاثه اربعه ياك. المهم ديروا اللي بغيتوا البنات، انا هاد هادشي اللي كندير بحساب داكشي اللي يا راسي. تزيدوا الزيت شاك فوا، غادي ديروا الفلفله. الفلفله كثرتها حيت عندي لكم داكشي اللي عندي البنات، داكشي اللي عندكم احسن. لك تعاود الصفراء الحمراء تجي زوينه، الا كانت الصفراء والحمراء كيكونوا دوك الالوان. يا خسارة كان عليا نحكوها في الاخر، حتى الاخر زعما كتكحل
عليا شويه جيبوا راه واش غادي يطيب. واش هادشي غادي يطيب في الفران؟ البنات البطاطا راه خليتها طافيه بزاف حيت هي كتخف شويه واحد الوقت كما كتشوفوا طيبتها هي شويه على الاخرين فوالا. دوكا غادي نطيب داكشي اللي بقى ليا الدجاج هاد الشرائح ديال الدجاج البنات الدجاج ولا اللحم زعما المطحونه تخليوها هكا كيما عندك ما ديرهاش حتى هو بليزي ماشي زعما بزاف الواحد كيدير داكشي اللي عندو غتخليها شويه بغيت نديرو ديال الحبوب ديالها الغبرة بركة عليها هاي البنات كما كتشوفو بركة عليها غادي نديرها هنا كلشي هيا يا خا هيا طقطق حتى نتوما كتشوفوا ريحتها زوينه البنات كتشهي والله بلا لقامه بلا والو كتشهي فوالا دوك غادي نحاول نخلطها واحد شويه غير هاد زعما هاد العناصر تخلط وغنعاد ندير ليها لقامه وندير ليها القامه ديالها زعما البنات غادي نحك فيها هاد اولا غادي ندير فيها الثومه كما كتشوفوا الثومه هاد لا غادي ندير فيها سمحوا لي القزبر المعدنوس اللي عندو ندير فيها هادشي نحكو فيها الثومه نحك الثومه كثروا البنات راه زوينه فهاد فهاد البرز كتكون زوينه سورتو هاد الفيروس البنات اللي عندو الثومه راه زوينه هي فوالا غادي ندير الثومة البنات اسمع مذكرش ليكم سيت مذكرش ليكم الفرماج حتى هو في الاخر الا عندكم الا عندكم خلطوه مع الخليط كيكون زوين اللي ما عندوش ما يديروش بحالي انا بقى عندي واحد شويه درتو في الكونجيلاسيون نسيتو باش ريتوش فوالا دوكا حيت الفكره جاتني حتى اليوم لحد باش ندير هاد لاغوسيط فوالا وانا البنات انا دوكا درت الثومه الثومه والقزبور انتما كتشوفو الثومه والقزبور وغادي تزيدو كيما كتليكم هنا العطريه اللي بغيتو ديرو هاد البابريكا ولا التحميره محتاج كيقول ليها التحميره كنقول التحميره ماشي نكثر انا وشويه البزار غديروا البزار المهم اللي قال لي بغيتو نتوما
واحد كيدير داك الشيء علاش تيرتاح وصافي. ما عرفتش نكثر انا سميتو البزار ما كتبغيهش بنتي. غادي ديرو ملحة صافي بدا تخلطو كلشي هادشي. الريحة اللي طالعة فيها البنات ما تقولوش بين زوين زوين الريحة ديالو. هادشي راه كلشي طايب تقريبا واحد شوية. وذوقو لي سميتو ذوقو البزار ذوقو الملحة وصافي هادشي اللي كاين. هي هادي شوفوا ولا البنات نتلاقاو من بعد. انا دروك عندي معكم لابارايت وما كتشوفوا. غادي نهرس بسم الله غادي نهرس البيض هو الاول. البيض ديروه على حساب الطويل البنات. انا غندير ربعه حيت هادو صغارين بزاف ما كتشوفوا صغارين. غادي نضرب هادشي مزيان. غادي نزيد ليه هاد لا كريم اونتي ولا لا كريم ليكيد اللي عندو اللي عندو شي ديال الحليب. غادي ندير غير هذا هو اللي عندي. كما كيكون قبيله اللي عندكم الفرماج ديرو الفرماج. غندير واحد شويه قطعه ديال الملحه عشان نكتر حيت الخضره راه كاينه فيها. والله غير شويه. ولا غادي نزيد هاد لا كريم ليكيد. يبقى الداخل تنعصرو باش يخرج. هنا البنات هادي هي لافارايل غادي ندير. كيما كيكون الطوان غادي ندير غير هادي انتما كتشوفو. كيما ندير انا غير هادي تقدرو ديرو ديال الجاج طويلة المهم الحجم اللي بغيتو نتوما. غندير نكفي ندير غير بهادي وغادي نخوي في هاد البيضة. هاد لاباراي غادي نخوي هنا كلشي. ما يبدا يا البنات غادي ندير كلشي هنا. فوالا وغادي ندور مزيان باش راه كنقول كلش كتعرفوا اشي كنقولها ديما غير للمبتدئات بحال هذا. مرحبا بكم البنات الجدد اللي بيدخل عندي. مرحبا به مرحبا به القناه كارين نور. والقدام مرحبا بكم انتم معايا ما تمشيوش بعيد. وانا البنات هذه هي هذا غادي نكبها هنا. درجة غادي تخليو الفران شاعل ودخل واحد الكيردو باش تشوف واش طاب ولا لا. الا خرج داك الكيردو نقي راه ما طاب. ولا بنات هادشي راه غادي تقادوها مزيان بيان سيغ.
شويه زعما مول العشاء ومع الخضار، ما كاين احسن من الخضار البنات. جربوها مع السمك تكون زوين، مع السمك ديروا كلشي زعما المسائل، وديروا السمك مع لا يرب ما ديروش الخضار، هي القزبر والثومه والبصله والسمك ولا داك الكروفيت تجي زوينه في الكروفيت. البنات ها هي انتما كتشوفوا كتجي كتجي رائعه يا البنات، الريحه ديالها كتعطي. وانا البنات وغادي نخليكم كما قلت لكم غندير في الفران وغادي نتسنى ونبدا نقابلها الى طابت، غادي زعما نقول لكم سويفه. غندير معكم واحد شويه ديال لافيسيل، غندير شويه ديال لافيسيل واحد 2 مينوت بحال هذا فيت في هذا ماشي سهل، ماشي غير استعملت انا كنغسلو وفيه غادي يجيو ما كنخليهمش يتراكمو، هادشي زعما لي الخوف. واش نشوف الاخبار ديال المغرب حتى هما بلا الدراري ما غاديش يقراو بحالنا في فرنسا. فرنسا شوفوا الحكم اللي عندنا ما نخرجوش عندهم، زعما هاد لي ريغل اللي عطاونا ابارتيغ دو 12 الليل حتى واحد مابقاش يخرج ما يلقاوش في الزنقه، فوالا القهاوي كلشي غادي يكون مسدود. حنا ديجا عندنا دابا هادشي، فوالا القرايه عندنا 15 على 15 شهر حتى نشوفو واش غادي يكون. كنتمنى زعما كنتمنى داكشي بحال الدراري غادي يقراو زعما اللي عندهم ليزانتيغنيت واللي عندهم هادشي ديال سميتو غادي يقراو، راه بقا يصيفطو ليهم الدروس غادي يبقا يقراو. والله إلا خفنا البنات، والله إلا خفنا بزاف بزاف بزاف، هادشي كتير علينا بزاف. والله ينجينا ويحفظنا ويحفظكم ويحفظ الجميع يا ربي يا ربي. كنظن المغرب ما عندكمش بزاف نتوما، حنا راه فتنا سميتو فتنا العادات ديال الرقم القياسي. ايوا كنخافو الا خرجنا، كنخافو الا بغينا نحلو الباب، كنخاف مخصناش نقيسو هدا، مخصناش نقيسو هدا، وا بزاف بزاف بزاف، ما شي بزاف علينا، يا الله يستر. كنتمنى نلقاو واحد زعما هادشي ديال التلقيح، كنت نلقاو الباكسة غادي نتهناو، الله يحفظنا. ماشي بزاف الطيور سخونين حيت حنا عندنا الشوفار،
هادشي اللي كاين البنات انا غسلتهم وتهنيت وقام عليا غنقابل الحلوه ديالي ولا حلوه الغدا صافي البنات ونتلاقاو باش نوريكم ملي كنتب الكغاطا غادي نوري لكم الكغاطا ديالي و ما تمشيوش بعيد جلسوا معايا واخا السلام عليكم حتى من بعد ان شاء الله البنات الكغاطا ديال الخضره هي خرجتها باقي واحد شويه سخونه غنخليها واحد تبرد واحد شويه يلا خرجتها انتما كتشوفوا نزلت لها واحد شويه الفرماج الفوق جات محمره حيت قلت لكم انا كتعجبني تكون محمره ولا تقدروا ديروا لها الفرماج تقدروا تخلطوه مع ديك الخضر اللي درنا ها هي البنات جات معتبره وزوينه زعما ان بلا كيف كيقولوا النصارى ان بلا ديليسيوز منعشه بالخضر بكل شيء